معي من دبي جمال مرق، الخبير في المعلوماتية. أهلا بك معنا سيد جمال. كيف تتأكد واتساب من أنه الحد الأدنى هو 16؟ يا مرحبا. طبعا التقرير اللي ذكرته انه واتساب قرروا انه يلتزموا بالقوانين الاوروبيه الجديده بخصوص حمايه المعلومات على الانترنت، كان من ضمنه انه ينزلوا عمر المستهدف من 16 سنه ل 13 سنه، وهذا بيتم بارسال رسائل لكل المستخدمين في اوروبا زي ما حكيته، مش بقيه العالم بس في اوروبا، انه ياكدوا انه اعمارهم اكبر او 16 سنه او اكبر. كيف نتاكد او كيف راح يتاكدوا؟ مش واضح ابدا، يعني في عده تقارير بتتكلم عن انه ممكن يقوموا بمتابعه الامور بمرحله ثانيه، انه يتاكدوا انه عمر المستخدم اكثر من 16 سنه، بس بالوقت الحالي ما فيش اي تقرير من الشركه انه كيف طب ممكن في نتاكد من أسئلة هذا كتير الموضوع. بهالموضوع سيد جمال، يعني تقنيا إلى أي درجة هذا ممكن تطبيقه؟ كيف التحكم بعمر المستخدم من جديد؟ إلى أي درجة هذا عملي؟ ويعني من أي ناحية؟ يعني بيانات من يستخدم هذا الواتساب، يعني ما ممكن أي حدا يستخدمه؟ لا تقنيا ما فيش اي طريقه انه ممكن يتاكدوا من هذا الموضوع، زي ما حكيت يعني هذا موضوع لحد الان مش واضح. شركه فيسبوك اللي هي بتملك شركه واتساب قرروا انه ياخذوا اذن من الاب او من الام او من المسؤول عن الشخص لو كان عمره اقل من 16 سنه، بس التقرير اللي جاء من واتساب او القوانين الجديده اللي بدهم يطبقوها ما فيش اي طريقه انك تتاكدي منها. طبعا زي ما بنعرف اليوم واتساب شركه مملوكه من شركه فيسبوك، بنفس التحديث اللي قاموا بابلاغ المستخدمين فيه قالوا انه بدهم بالمستقبل بس القريب يبدوا يتبادلوا المعلومات مع شركه فيسبوك، فهم عم بيحاولوا اليوم يمكن اكثر نوع من التوعيه واعلام توعية المستخدمين بالضبط، يعني بالقوانين هذا اللي كنت الجديده. اقول لك اياه نعم دكتور جمال. هو الموضوع نعم اكثر مش قرار او اجراءات لحماية خصوصية المستخدم بعد الفضيحة، يعني تحاول شركة فيسبوك نعم القيام بعدة خطوات، لانه هذا مرهون بمشاركة الناس، الآباء، الأولياء الأمور، يعني مجرد موضوع يمكن توعية مثل ما قلت بس. 100%، هي بالوقت الحالي توعية وإنه التزام بالقوانين اللي بأوروبا زي ما حكيت، و يعني صار كثير من المعلومات حتى اليوم معظم الشركات زي فيسبوك زي جوجل زي أبل بدوا بسبب الفضيحة اللي صارت لفيسبوك يبعثوا للمستخدمين تبعونهم طريقة كيف ممكن المستخدم يشوف شو المعلومات اللي بتحتفظ فيها هذه الشركات عن هذا المستخدم، فهي نوع من التوعية أكثر وإعلام المستخدم بحقوقه وكذا. أما كيف ممكن يتأكدوا من أنه المستخدم ملتزم بهذه الإجراءات أو القوانين، بتصور تقنيا مش راح تكون ممكنة، ولكن يمكن تطويرها مع الوقت بحيث أنه يصير فيه اهتمام أكثر يعني بهذا الموضوع. ليش أوروبا بس بالوقت الراهن على الأقل سيد جمال؟ مرتبط الموضوع بالأمن، يعني في أماكن موضوع الوسائل التواصل وهكذا تطبيقات فيها أأمن من مناطق أخرى؟ لا هي اوروبا بصراحه الاتحاد الاوروبي بادر بشكل اسرع يمكن من مناطق ثانيه حتى من امريكا او شرق اسيا او الدول العربيه، بادروا باصدار قانون او تشريعات جديده سموها الجي دي بي ار، هاي كانوا سباقين فيها وجديده يعني تم اعلان عنها، فشركات التقنيه زي فيسبوك واتساب وابل عم بيحاولوا يلتزموا بهذه القوانين اللي صدرت في اوروبا يتماشوا وبينتظروا معه. يمكن يشوفوا تغير. نعم نعم سيد جمال، في بس سؤال أخير هو ورد على صفحة أخبار الآن على الفيسبوك من المتابعين. أحمد زياني سأل أي أكثر خصوصية، واتساب أو فيسبوك؟ بتصور بالخصوصية إذا بنرجع للموضوع التقني بتصور هم نفس الشيء، بس من ناحية كمية المعلومات ونوع المعلومات اللي بتقدم أكيد في واتساب بظل خصوصيته أكثر بكثير بسبب نوعية المعلومات ونوعية نعم كيف ممكن تكون ضمن جروب أو ضمن مراسلة يعني باستخدام الهاتف أو رقم الهاتف، بينما بفيسبوك يعني بتكون بيئة مفتوحة أكثر بكثير بتم فيها تبادل معلومات أكثر بكثير، ممكن تفقد الخصوصية بشكل أكبر. معلومات، بس أنت أكثر شيء بتبعت أشياء خاصة على واتساب.
نعم، بس واتساب عندهم يعني تقنية موجودة اللي هم بيشفروا المعلومات اللي بتتم فيها المراسلة، فهذه نعم بتضمن ضمان كامل إنه المعلومات اللي أنت بتبعتيها من أها جهة لأخرى ما ممكن يقرأوها حتى نفس جماعة واتساب حسب ما بيدعوا طبعا تقنيا، وبتصور هذا شيء موجود حسب ما يعني. بيدعوا. نعم. الله يستر. من دبي سيد جمال مرق، الخبير المعلوماتية، شكرا لك.